ما تواجهه من تحديات في ضوء ارتفاع وتيرة اعتداءات المستوطنين والاستيلاء على الأراضي للتوسع الاستيطاني في المدينة والانتهاكات التي يقوم بها المستوطنون للحرم الإبراهيمي الشريف. وأكد شتية على تلبية احتياجات المحافظة وعلى رأسها تعزيز صمود المواطنين وتوفير الأمن والأمان لهم ولممتلكاتهم والحفاظ على السلم الأهلي. بسبب جائحة الكورونا إن الاحتلال الإسرائيلي وما يمارس من تفتيت للجغرافيا والخليل خير مثال على ذلك، فالمدينة مقسمة بين H1 و H2 وبقية المحافظة مقسمة بين ألف وباء وجيم. هذا الاحتلال إنما يريد التدرج في الضم بما يقتل إمكانية إقامة دولة فلسطين من خلال تقويض قاعدتها الجغرافية والإنتاجية. لذلك نحرص على وحدة أرضنا ووحدة شعبنا